وخلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، تحدث سعادة السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي عن أبرز ما تناوله المؤتمر الأول للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز. الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز شبكة مهمة، وهي طبعا تأتي في إطار دعم حركة عدم الانحياز. وهنا في البرلمان العربي منذ اليوم الأول لتأسيس حرصنا أن يكون للبرلمان العربي دور وتأثير قوي في هذه الشبكة، لما دبلوماسية برلمانية من أهمية في الفترة الحالية، خاصة مع التطورات الدولية. فطبعا الاجتماع الأول حرص على تثبيت كثير من الأمور والتماشى مع السياسة العربية، وهي عدم التدخل في الشؤون الداخلية ومنع التدخلات الداخلية الخارجية، واحترام سيادة الدول واحترام مقدرات الشعوب. حرصنا كبرلمان عربي أن يكون هناك في تنسيق عربي، قيادة تنسيق عربي.